تعتبر الطيور أكثر المسافرين جسارة، حيث تترك أوطانها في جميع أنحاء العالم لتشرع في رحلات بطولية عبر صحاري شاسعة وخلال سلاسل جبلية شاهقة وفوق بحار مضطربة، حيث تهاجر مئات ملايين الطيور مرتين كل عام عبر مسافات شاسعة لاستغلال التغيرات الموسمية في الغذاء والمناخ، مكونة واحدة من أروع المشاهد الطبيعية على كوكب الأرض. وقد استلزمت حياة السماء العديد من التطورات، من هيكل عظمي قوي وخفيف، جسما يصبح انسيابيا أثناء الطيران، وريش مدهش يمكنها من الطيران، ويكون عازلا يحصنها من أقصى العوامل الجوية، ومنقوش بدروب من الألوان والأشكال والأحجام. لقد طورت الطيور المهاجرة المحلقة مثل اللقالق والنسور وسائل متخصصة أخرى، بما في ذلك وسيلة الطيران الأكثر فعالية، حيث تحصل على معظم طاقتها من الشمس مباشرة. فعندما تدفئ الشمس سطح الأرض في الصباح تنعكس حرارتها، فتبدأ تيارات من الهواء الساخن في الصعود. ومع قدرتها على كشف هذه التيارات الساخنة تطلق الطيور نفسها بسهولة في الهواء، ثم تهبط ببطء حتى تصل إلى تيار آخر حيث ترتفع مرة أخرى. وهكذا تتمكن العديد من الطيور أن تطير أكثر من 300 كيلو مترا في يوم واحد، وتكاد أن ترفرف أجنحتها بجهد يسير. إن تلك التيارات الساخنة لا تتشكل فوق المسطحات المائية، لذا تتجمع الطيور المحلقة في الجسور البرية حيث تضيق المسافات بين الكتل الأرضية. وهكذا تتجمع الطيور عبر مسارات طيران راسخة وخلال مناطق حرجة تمليها الرياح والتضاريس السائدة. يستخدم أكثر من 1.5 مليون من الطيور المهاجرة المحلقة من نحو 37 نوعا مسار هجرة الأخدود العظيم بالبحر الأحمر، ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، وذلك خلال هجرتها السنوية بين مناطق تكاثرها في أوراسيا وبين جنوبي أفريقيا حيث تقضي فصل الشتاء. وتحتل مصر مكانة هامة على هذا المسار نظرا لموقعها الجغرافي كجسر بري بين هذه القارات، كما تقع العديد من المناطق الحرجة على أراضيها. إن عشرات الآلاف من اللقالق تهبط عند جبل الزيت لتجثم ليلاً قبل عبورها الجسور لمضيق جبال. وفي الصباح ومع انبعاث التيارات الساخنة تنطلق في الهواء وتغيم السماء في عرض مبهر. على بعد قريب ارتفع البجع الأبيض مع الطيار الصاعد وتصاعد إلى أعلى في التكوينات المعروفة باسم الدوامات. ومع خروجهم من مجال الطيارات الساخنة بدأوا في فقدان ارتفاعهم وانسلوا إلى الأسفل يرفرفون أجنحتهم بشكل محموم، مولعين بالوصول إلى شواطئ سيناء. من خلال حجاب من الضباب يطيرون في تشكيل ويتقدمون إلى الأمام،
كل طير يدفع الهواء مما يساعد في رفع الطير التالي. يقع الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء في الجهة المقابلة عبر مضيق جوبال، حيث تصعد منحدرات محمية رأس محمد فوق شعابها المرجانية. تتلاقى الطيور المهاجرة المحلقة هنا بأعداد كبيرة للراحة، حيث تحتشد في الخريف تجمعات هائلة من اللقالق، والتي تشكل جزءاً من 400,000 طائر التي تمر عبر رأس محمد سنوياً، حيث يأخذ كثير منهم قسطاً من الراحة على الشواطئ الرملية، في حين يهبط بعضهم في الصحراء المحيطة. يمتد سهل القاع شمال رأس محمد وغربي جبال جنوب سيناء لأكثر من 100 كيلو متر بمحاذاة خليج السويس. يتخلل هذه الجبال العديد من الوديان التي تتدفق منها إلى الخليج، وتعتبر هذه المنطقة ممراً حيوياً على مسار الطيور المهاجرة، يوفر لها مساحة للراحة أثناء موسم الهجرة في فصلي الخريف والربيع على حد سواء. في الطرف الشمالي من البحر الأحمر يربط برزخ السويس البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس. هنا أحد أهم مواقع تركز الطيور الجارحة في العالم. تمر معظم الطيور فوق السويس على ارتفاعات عالية دون توقف، أما تلك التي تصل إلى المنطقة في فترة ما بعد الظهر تمكث للراحة أو ربما للشرب أو البحث عن الطعام. إلى جنوب السويس على طول التلال الساحلية يولد مشهد مثير، حيث تتجمع الطيور الجارحة خلال هجرة الربيع في هذه المنطقة الحرجة بالقرب من العين السخنة. تقبل الجوارح التحدي فتصعد على الطائرات الساخنة وتشكل دوامات وتحلق على مقربة من سفوح الجبال الوعرة بسرعة فائقة، وتنضم الحدأة والرخمة والنسور في هذه الطقوس القديمة محلقة عالية في سماء الربيع استعدادا لملحمة عبور أخرى. رغم محاولة الطيور المحلقة عبور الصحراء المصرية في أسرع وقت ممكن، إلا أنها لا تزال بحاجة للراحة والنوم، ولذا تستغل أي فرصة لتجديد احتياطياتها الحيوية، فتتوقف عند الينابيع الطبيعية للشرب واستعادة قواها. وقد تبقى بعض الأنواع في هذه المناطق طوال الموسم، ولكن يمكث معظمها بضعة أيام فقط قبل الرحيل. في بير ملاحة تنبعث ينابيع المياه المالحة من بطن الأرض، حيث تتدفق بهدوء عبر الواحة الخضراء التي أنشأتها. مياه، نخيل، أشجار الطرفة، أشجار الصنط، وحشائش كثيفة توفر ملاذاً للطيور في هذه الصحراء القاحلة. تهبط اللقالق البيضاء واللقالق السوداء ومجموعة رائعة من الطيور الجارحة لتجديد طاقتها قبل مواصلة رحلتها المضنية. على مقربة من تيار للمياه في تلك الواحة بنى طاقمنا مخبأ لتصوير هذه الطيور الحذرة. جثمت نسور السهول وعقاب الحيات وصقور العسل قريبا، وهبطت النسور والعقبان والحلاءات للشرب.
تلمح السماء استعدادا لأي اعتداء جوي محتمل. وهنا يقع أقدم دير في العالم مستتر في عمق جبال البحر الأحمر، إنه دير الأنبا أنتونيوس، ناسك قديم لهذه الصحراء، والذي أرسل له الرب طائرا كل يوم ليعطيه نصف رغيف من الخبز. أما اليوم فإن الدير هو الذي يستضيف الطيور، موفرا ملجأ لها في حديقة الخضراء التي تهبط عليها الطيور المهاجرة قبل الغسق. سوف تستقل الطيارات الصاعدة مرة أخرى في صباح اليوم التالي متجهة شمالا. من الجبال الشامخة والأودية المتعرجة إلى الشعاب المرجانية والجزر البكر، تضم محمية وادي الجمال مجموعة متنوعة من الموائل البرية والبحرية على حد سواء. هنا تتشارك الطيور المقيمة هبات الطبيعة مع الأنواع المهاجرة. تهبط الطيور الجارحة المهاجرة على الينابيع الجبلية الصغيرة للراحة ولإرواء عطشها. تسلقنا واد منحدر في صحبة باحث بيئي بالمحمية ودليل محلي لاسترداد فخاخ الكاميرا التي نصبناها بجانب العديد من هذه الينابيع. كشفت اللقطات أن مجموعة متنوعة من الحياة البرية المقيمة تعتمد على هذه المصادر المائية. بومة تستحم في الليل، حمام بري، طيور الحجل، نسور بونيلي ونسور فيروس هي من بين سكان المنطقة المدهشين. ولكن ربما من الأهم أن هذه اللقطات تكشف لنا عن أهمية هذه الينابيع الصحراوية إلى الطيور الجارحة المهاجرة، فهي دليل لا يقبل الشك على أن أعدادا كبيرة من تلك الأنواع مثل الحدئة ونسر السهول وعقبان الحيات يقومون بزيارات منتظمة إلى هذه الينابيع أثناء هجرة الربيع. هجرة الطيور إنجازات رائعة في الملاحة وقوة التحمل والشجاعة. تسافر العديد منها أكثر من 10,000 كيلومتر في كل اتجاه من وإلى المناطق التي يقضون فيها فصل الشتاء، في حين أن معظم الطيور تكمل مسيرتها، ولكن يموت البعض منها لأسباب طبيعية على طول الطريق. أما في هذه الأيام فيتعين أيضا عليهم أن يواجهوا عددا متزايدا من الحواجز والتهديدات التي صنعها الإنسان. توفر مزارع الرياح على ساحل البحر الأحمر في مصر مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة، ومع ذلك تشكل توربينات الرياح والأبراج وخطوط الكهرباء المرتبطة بها تهديدات خطيرة للطيور المهاجرة. مخاطر تشمل الاصطدام والصعق بالكهرباء، ويمكن أيضا أن تصطدم الطيور بأبراج الاتصالات، فالأنواع الكبيرة والأقل قدرة على المناورة تكون الأكثر عرضة للخطر. وقد تم تطورات سريعة وواسعة النطاق في مجال السياحة على سواحل البحر الأحمر، وهي بكل تأكيد توفر عائدات اقتصادية هامة لمصر، ولكنها في العديد من الأماكن تمتد بدون انقطاع عبر مسافات شاسعة على طول الساحل، مما يؤثر بشكل سلبي على مثل تلك البيئات الحساسة. هنا في العين السخنة تم استصلاح الكثير من الموائل الطبيعية في هذه المنطقة الحرجة، كما تم تسوية أراضي أخرى استعدادا لمزيد من التوسع. إن أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة تهلك في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي بسبب سوء إدارة تلك المرافق. هنا في شرم الشيخ لا تبلي اللقالق بلاء حسنا كما هو الحال في محمية رأس محمد المجاورة، فتهبط على محطة معالجة المياه ومقلب القمامة، حيث تكون عرضة للتسمم أو الإصابة
وينفق العديد منها. كما يتم صيد الطيور المهاجرة لتجارة الصقور الممنوعة، وتتعرض لإطلاق الأسلحة النارية لممارسة هواية الصيد وللإتجار في الطيور المحنطة. تعتبر الطيور من العناصر الأساسية في الطبيعة، فهي من ملقحات النباتات المهمة ومن أهم المفترسات للحشرات والقوارض، فتعكس صحتهم عافيتنا. كما أن للطيور قيمة اقتصادية مباشرة، فمراقبة الطيور توفر فرص عمل ومصدر دخل كبيرا للكثيرين على طول مسار الطيور المهاجرة. إن حماية هؤلاء الزوار المهاجرين في مصلحتنا، وجهود المحافظة جارية بالفعل. مشروع الطيور المهاجرة المحلقة يهدف إلى جعل مسار طيرانهم أكثر أماناً، وقد قام بالعديد من أنشطة التوعية، كما يتعاون خبراء المشروع مع الجهات المعنية لمساعدتهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الطيور وفي الاستفادة من هذا المورد الثمين. توفر التنمية المستدامة لمصر فرصا اقتصادية كبرى مع الحفاظ على تراثها الطبيعي الذي لا يعوض. هنا في الجونة استخدمت مياه الصرف المعالج في إنشاء أراضي رطبة كمناطق جذب آمنة للطيور ومراقب الطيور أيضا. وهنا مزرعة صحراوية صغيرة توفر ملجأ للطيور المهاجرة، بقعة للراحة على مسار هجرتها الطويلة. لقد ألهمتنا هجرات الطيور منذ زمن سحيق، فكانت رموزا خالدة حفرت في خيالنا على مر التاريخ، ومنحت مكانا مرموقا في التقاليد الدينية حول العالم، واحتفل بها في كل الثقافات، فهي رمز للحرية نسجت عنها الأساطير. وكرعات لمسارات طيرانها العتيقة، فإن سلامة تلك الطيور أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا أن نضمن أن هذه الرموز لا تصبح مجرد أساطير، بل تستمر في إلهام الأجيال القادمة.